مشاهدة ممتعة. ونلتقي بعد الشريط في حفل تكريم الفنان العربي عادل إمامي. ايه الفنية؟ انت يا ادمن. ايه الصفحة؟ انا اول مرة انا بصفحة. انا ما كنتش عارف ان حياتي مش حلوة بس. هي حلوة ومهتمة ايضا بالثقافة والفن. بلد بلا ثقافة يا بلد بلا ضمير بلا تاريخ. احتفلنا النهاردة في مدينة صفاقس عاصمة الثقافة. ده شيء جميل جدا وعظيم جدا. أنا سعيد إن أنا أقعد في وسط هذه الكوكبة من الفنانين الكبار. وأنا بدعوك إن شاء الله إن إحنا برضه أسيوط ممكن تكون عاصمة الثقافة السنة الجاية. أقصر أشكر الاحتفال وأشكر الناس اللي تكلموا في كلمة مسلم يقول لي في واحد تسعى مصباح بس أنا عملت نفسي مش واخد بالي وهو كمان عامل نفسه لما قال لي أنا عازف في العود في وزين عازف أنا أعرف أن الوقت يعني ما بيتعلم الكلام السياسي فرحت جدا انبسطت جدا وده اسمه موسيقى هكذا تكون الثقافة وهكذا يكون وزير الثقافة أنا بحيي الثقافة بحيي هذه المنبر هذا الشاهد أشكركم كثير جدا على هذا الاستقبال وإن شاء الله نتعاون دايما إن احنا نعمل عواصم الثقافة، الثقافة أهم حاجة، أهم حاجة في الدولة الثقافة والفن، وزي ما قلت لحضرتك بلد بلا ثقافة وفن هي بلد بلا ضمير، وزي ما قال شيكسبير في أحد رواياته لوريس قيصر من 500 سنة. أنا احترس من هذا الرجل إنه لا يقع ولا يسمع الموسيقى. شوف إيه الرجل ده. سمير سيف دكتور سمير سيف الأستاذ في معهد الفنون المسرحية. وأنا كان لي الحظ إن أنا أحضر كمان الماجستير بتاعه. وهو كان بيمتحن فيها وبعدين اخذ دكتوراه ان شاء الله هو مخي كمان كبيره ممتعه واخرج لي فيلم المشكوك واخرج لي كذا فيلم بس اول فيلم كنت اتعاون معاه اللي هو فيلم المشكوك المنتج بتاع الفيلم كنت عملت له فيلم بعد ما كان مشرفا على الافلاس فعملت له فيلم نجح وكانوا ملايين فكل سيناريو جيب سواء كوميدي غير كوميدي بقول عادي إيمان. فلما الدكتور سمير راح له بالسيناريو قال له عادي إيمان. قال له عادي إيمان. قال له ماشي تعالى. قال لا هو عادي إيمان. كان سمير السيف يخبط دماغه في الحيط هو عايز يعمل تقليدي بقى يعني. قال له هو عادي إيمان. قال لما قريت السيناريو قريت على التليفون قال له انا هعمل السيناريو. بعد ما اشتغلت مع الاستاذ سمير حوالي 15 يوم كنا في بورسعيد قال لي ممكن يا ابويا قال لي عادل انا كنت ضد اختيارك لهذا ودلوقتي انا مش متصور ان حد يعمل الدور ده ليه رحت عايز واخده وقال لي ايه الجمله دي يا سعيد